السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت تكونوا بخير وعلى خير. اسمحوا لي راني كوانسي، راه ضرني البرد. ودابا اليوم راني عند اختي ناجيه، وراه فرحانه ليا اختي مسكينه، الله يخليها لي رب العالمين. الله يخليك حتى انت ديالها، والله يخلينا كامل حرشه، الله يخلف عليها خير وثم للخير. وتابعوا ان شاء الله، تابعوا اختي، هي غادي تخبزنا ان شاء الله الفطور هذا النهار، وانا راني ضيف عندها. ما ضايفش، الله يكثر خير في اختي، بارك الله فيك. وتابعونا ان شاء الله، الله يكثر خيركم. وانتم كتشوفوا احنا في العربيه في عين الشيخ، انتم كتشوفوا هذا وجه ديال الصباح، الدنيا زوينه، الشمس طالعه. طيب الله طلع الشميشه بكراي، حنا كان فطره على الفطره. السي محمد راه مشى يجيب لنا الكرموس، وانتم معنا ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم المشاهدين ديالي وديال خويا الطيب، توحشتكم اخوتي والله القاسم، توحشتكم ان شاء الله. طيب ان شاء الله يفرجكم، ودعيو معايا كي قال تقاد دير امور اخوتي، دعوه الغيب كيقول كتكون من فضل عند الله. دعيو معايا الله يكثر خيركم، وكبقيتو اخوتي لاباس عليكم، كدايرين وليداتكم وعائلتكم، معز عليكم. وكما كتشوفوا خويا راه جا البارح لعندي على حسب عزي المود ديال كي قال قبل ما غاشطر ديال جينا نعزي في المود ديال الحميد، ديال الحميد رجل البدويه نعيمه، ماتت الام ديالو مسكين في سبيل الله، حتى هي امنا كان فقدناها كاملين. تعازينا الحاره العائله كلها، وهذه تعازينا المغاربه كاملين، يعني اي واحد كنفقدوه انا كنفقدوه كاملين. الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله، ويجعلها من اهل الجنه باذن الله عز وجل. هو ما خليتوش يمشي، قلت له والو غتبات معايا هاد الليله، ما كاينش مشيان. ودابا رانا نضلك، كنبغيكم الدعوات مع اختي، دعيو لي مع اختي ان شاء الله باش تيسر الامور ان شاء الله. دعيو معنا اختي، الله يكثر خيركم، والله يجازيكم بخير، وراكم كدعيو وراكم واقفين معنا، والله يكثر خيركم على كلامكم الزوين. ودابا كما كتشوفوا حنا كنخبزوا الحرشه، وانا غندير الفطور، سي محمد سي تيقلع الكرموس. معنا المشاهدين ديالنا اخوتي، رحنا توحشناكم، انا كنخبزكم اليوم الحرشه باش الفطره. باش الفطره حنا وماما مسكره، انا وياك باش الفطره. انتم للخير، انتم ريحه وجهكم، وان شاء الله يجيو عاد الدايله ان شاء الله. قبلتوا علينا، مرحبا بكم، والف مرحبا. بابنا مفتوحه لهم كاملين، ونقلعوا لكم الكرموس، وتفطروا بالكرموس بارد على الصباح. ها الكرم مع جنبنا، الحمد لله الخير. كرموسي كنخرجوا اخوتي المشاهدين، كنهزوا السطر ونخرجوا ناكلوا. انا كيخرجوا من يدو الكرموس صافي. والله كنوض الصباح كنغسل وجهي، كنمشي ناكل جوج كرموس ولا ثلاثه، عاد ندخل. ايوا انت هي خصني نضربهم على الاخوه ومن الكرمه، ما خصنيش ندير على الحطه، خصني نضربهم من الكرمه ناكل. والتين والزيتون، راه الكرموس هو احسن شي حاجه والله الا بالله، بارد كيكون في الصباح. السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، بصحه جيده ان شاء الله. والله الا توحشناكم اخوتي المشاهدين، بقى بلاصتكم، رموا الفيديوهات وصوروا مع ولفناكم اخوتي المشاهدين، ودعوا معنا كل شيء يدوز على خير وبخير ان شاء الله. كنكون مع دعوا مع اختي، الله يجزيك، دعوا معايا الله ياخذ حقي، كما ظلمني كندعيه لله، كما حضرني كندعيه لله، والله ياخذ الحق وعمره ما يربح، لحقاش حضرني ودي لي رزق عمره ما يربح. دعوا معنا ضروري ربي يبين لك حقك ان شاء الله قريبا ان شاء الله، يبان له حقها. واي مظلوم، اي مظلوم غينفروا الله عز وجل. وكان جات في البراني، والله كي قال نقول براني براني، ولكن البراني عمره ما كيأذي. من جات في العائله صدمنا، والله صدمنا. شكون يطلق غير دمك؟ والله ما يطلق غير دمك، راه مقيوله كيقول لك بعد من دمك راه يطلق، راه مقيوله، راه خوتي مقيوله من هذه شحال خلاوها سيدنا النوال. دعيناه لله، ودعيناه لله مولانا الكريم، هو اللي دعيناه ليه. وانتم معنا ان شاء الله، وانتم معنا. الله يعطيك الرضا خالي، وريني كرموس. سيدي محمد جبنا الشبكه ديال الكرموس، يعطيك الرضا، شكرا شكرا. انتم ما كتشوفوا الجو ديال العربيه كي داير، قلبتي الحرشه اختي؟ انا نجي عند اختي نشوف هاد الحرشه كي دارتها. يا سيدي الحرشه تحمرت، انا قلبتها على الوجه الاخر تحمرت. هانتوما لا لا ناجيه راه كتخبز اخويا، هلا حوايج خوتنا المشاهدين. وهاد الجو ديال الصباح ديالي كتنص الصباح بارد، دابا راه بنادم ياكل خبزه حرشه. والله الا البروده زوينه، مع البروده وريهم كرموسه في راه الدنيا حتى كانوا. شكرا انت، والله الا راه غامض اللي راه كيبان كحال. انت هو شتي تبارك الله كيبان قهوه هذا كرموسه شويه حرشه حرشه، داكشي اللي
هو زوين حلو طايب ولكن شويه حر شي. المهم انت كتشوف الاجواء ديال العربيه مسكينه، داير الكيلان ديالها شي زوين، الفران انتم الفران راه ساده كل شيء حدايا دوز حدايا دوز حدايا جو رائعه. شتيت شتيت اختي كتعلف الدجاج عيط عيط واسي محمد يجي وين جوج كل كايا كل مساكنه انت جو غير عتات ديما كل صباح تعطيهم هكا الماكل. اه هو كيخسف العشيه باش ما كيتلعبوش. دابا الفراش كاع ما جا، راه كاين عندي شي راه عاد بعد كاين واحد الفروج هنا، راه كاينين 30 فلوس راه عندي ولكن ما جاوش. كل دابا راهم سارحين كياكلوا دابا سارحين في البروده. شتيت 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 صباح الخير عادي شوفي خالتي شنو ودابا حرشتنا هي طابت عليها راه طابت في الكان على العواد خبيزه كي دايره انتما سيدنا انتما موني الخير شي غزاول عطاك الله الصحه العافيه بقات شاعله وحديثه العافيه دابا بقات شاعله ورد عليها شي غليلي ولا شي بطاطا الخلاق دابا نرد عليها بر ما ندير فيها الماء وردها تما ان شاء الله في حول الله تما معنا ان شاء الله تما معنا حتى نفطر اخوت ان شاء الله. هما جاو بقاو كيتجمعوا شمسك سبحان الله العظيم. هما جاو هاد العزار هادو هما كيجيو بشويه اه شوف ها الاخر عاد جاي كيسبك كله كيضرب على عرام. ها خوتي حنا من جيت لخويا الفطور مرحبا بك اخويا الله يحفظك مرحبا بوجهك. شوف اخوتي السلام عليكم اخوتي الشهيدين بخير وبصحة جيدة ان شاء الله الشهيدين ديال السي الطيب الله يكرمك السي بارك الله فيكم على حفظك وكلنا مع السي الطيب كابروا معاه شكرا لكم اخوتي تعالي مع السي مسكين راه كرموا سوا مرحبا بكم والله ادعوا معايا اخوتي دعوا معايا ان شاء الله في القريب ان شاء الله والله الا كان متلاطمين البرد راني مساري. هذه يومين وانا هكا مستود الله هذا العام حاجه وحده اللي ما كايناش الهنديه اللي ما كايناش هذا العام الهنديه نضرب والله الا كتعجبني الهنديه هذا العام ما كايناش والله عملوا عملوا كانت وكانت تبع في السوق ما عرفت مين كيجيبها. حنا الهنديه هنا مرضات كلهم الشمالية ما كاينش واحد اللي عنده هنديه تبع بدرهم اكثر اكثر كتباع وما حنا الهنديه حتى واحد ما عنده لا والو الهنديه كانت غا هي غا مع جنبنا ولكن هذا العام مرضات مسكينه كورونا جات وزي الهنديه مرضات مسكينه والله يهز علينا هذا البلا يا ربي وكي قالوا تولي الدنيا كما كانت هذه شحال ونتمنى ان شاء الله الخير وقبلوا علينا وكي قالوا عاونوا خويا الطيب والمشاهدة عاونوا كما كتعاونوا بغيوني تا انا بغيوك تا هو وعاونوه وكي الله يكثر خيركم كما كتبغيوني تا انا واقفين معايا دعواتكم زيدوا دعوا مع اختكم نجيه وزيدوا كي قال تسقد لها القناه ديالها انا كانت لي في المكتب ودعوا معايا ناخذ حقي يا ربي منه الا كي قالوا بغى ربي يعطيني حقي تمرها ما عطانيش حقا الحمد لله ولكن الله ما مظلوم كاع ولكن كما ظلمني كندعي له الله راه ما نسمحلوش حتى لديك الدار ونتحاسب انا وياه واخا يعطيني القانون حقي راني ما كنسمحلوش حتى لديك الدار ونتحاسب انا وياك ولدي وديك الساعه راه ما كانش سمح ما كنسمح لك لا دنيا لا اخره حتى لديك الدار ولكن واخا راني ما نديش مني حقك حقي راني غنوسخ لك نوسخ لك السمعه ديالك راه توسخت له تقدم كثر مزيان نوسخها لك مزيان نوسخها لك ديك الخدمه اللي كتحلم بها ان شاء الله ما غتوصلهاش ان شاء الله يا ربي وربي معايا والمشاهدين ديالي معايا والحمد لله وانا قلبي مرتاح من المشاهدين معايا وربي معايا الحمد لله ومعنا كاملين اللهم لك الحمد وربي معايا خيبناش وهذا هو الفطور ديالنا اخوتي وكي قال مكره شكرا راني كنصور معكم الفيديوهات ونتهاود معاكم ونشكي عليكم ونعاودكم قصتي ولكن القناه واقفه الحمد لله ما الحمد لله ما عندنا من دير الله عز وجل قريبا ان شاء الله ان شاء الله يعني تيسر اختي القناه ان شاء الله وغيوقفوا معك كل شيء الحمد لله
وكل شيء الجمهور ديالنا غادي يساندك ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله يا ربي كاي يسولوا ان شاء الله الصحه والسلامه ان شاء الله لينا. هذاك الشيء اللي طلبناه الجميع المشاهدين ديالنا والمغاربه والجزائر والدول العربيه كلها. واش نقول لكم خليناكم على خير ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، سنه جديده عليكم ان شاء الله بالامنيات بالصحه والهناء، وانتم وليداتكم بكل ما كتمنوا ان شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.